وبالتحديد فيما يتعلق بمباراة إيفرتون بالأمس والإصابة الكبيرة جدا لجوميز لاعب إيفرتون في مباراة توتنهام. إصابة كانت صعبة وقوية، ودي لقطات من الصورة أو لقطات مصورة من الإصابة. وهيونغ مين سونغ طبعا نجم توتنهام واللي تدخل، لو شايفين الإصابة حاجة صعبة، وكان معاه أوريه كمان، سيرجيو أوريه اللاعب الأفواري المحترف في صفوف توتنهام. ولقطة كانت أكثر من صادمة في الحقيقة، شيء كان مؤسف ووضح التأثر الكبير على هيون مين سونغ. وهي دي كرة القدم يا جماعة، وده الجانب الآخر والسلبي من كرة القدم، لأن في بعض الأحيان الناس كلها بتتكلم على لعيبة الكورة وبتبص لعيبة الكورة أنهم ما شاء الله معاهم فلوس ونجوم ومشاهير وكلام من ده الوجه الإيجابي اللي أنت ممكن تكون بتشوفه بس، لكن الوجه السلبي أهو زي ما أنت شايف في الصور كده، لا قدر الله لا قدر الله ممكن لعيب من دول اللي انت ممكن تكون نفسك تبقى زيهم، وحقك طبعا ده شيء طبيعي يعني، واكيد نتمنى يبقى فيه لعيبه بنفس المستويات دي يعني طبعا من مصر، وطموح كل واحد لازم يشتغل عليه بكل تاكيد. لكن ده الجانب السلبي من كره القدم، ان ممكن اصابه زي دي تعطلك كتير جدا، ولا قدر الله لا قدر الله ممكن تنهي حياتك الكرويه يعني لا قدر الله يعني. فالشكل صعب، وده تاثر لاعبي توتنهام ولاعبي ايفرتون، وللاسف يعني اصابه قويه. والنهارده هيعمل الجراحه، هو عنده خلع وكسر مضاعف في الساق، وان شاء الله باذن الله يعني يعود سريعا. الموقف كان صعب ولقطه كانت صعبه جدا، وان شاء الله نتمنى له العوده سريعا. اندري جوميز لاعب ايفرتون ولاعب برشلونه السابق، وهنا لاعبي توتنهام. والعلاقات يا جماعه والروح الرياضيه هي دي كره القدم، هي دي كره القدم. في فرق بصراحه ما بيننا وما بين الناس دي، شايف الروح الرياضيه. لاعبي ايفرتون اللي زميلهم اصلا اتعور رايحين يواسوا سون طبعا نجم توتنهام بعد الاصابه وتاثره بان هو كان متسبب في الاصابه دي لجوميز. فبالتالي هي دي كره القدم، وهي دي الاخلاق اللي المفروض بتبقى موجوده، نتمنى ان هي تبقى موجوده ايضا في ملاعبنا. احنا عندنا هنا شويه ايه، اللعيبه من اي لمسه بيقعوا، اي لمسه. وبالمناسبه طبعا المباراه خلصت 1-1 يعني في الجوله 11 من توتي الدوري الانجليزي، لكن في مقارنه برده بخلاف بقى الاصابه وشكلها وصعوبتها يعني. لكن انت عندك ايه هنا، لما لعيب بتلمسه لازم يقع ويحاول يمثل عشان الحكم يصفر، وللاسف الحكم بيصفر وبيحسب فاول، فبتعطل اللعب فبتاثر على متعه الكوره وبتاثر على متعه المباراه يعني. دي جوانب برده مهمه لازم نركز عليها. لما تتفرج على الدوري الانجليزي، كل الناس اكيد بتتفرج على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني بالتحديد، الدوري الانجليزي لما في التحامات، في التحامات عاديه جدا ما بيحسبوهاش. عندنا في مصر التحامات العاديه دي بتتحسب، فبتوقف المباراه شويه، واللعيب ممكن يقعد يمثل في الارض شويه رغم ان مفيش اصلا اي حاجه. فدي الثقافه اللي لازم برضو نتعلم من الدوري الانجليزي الجزئيه دي، بخلاف ان احنا لازم نتعلم النظام اللي احنا مش عارفين نتعلمه خالص، مش عارفين حتى نقلده. وبرضو لاحقا هنتكلم في امور كتيره جدا لما الدوري يقرب باذن الله. لكن في جوانب اخرى متعلقه بالجانب البدني والفني لازم لاعبتنا يتعلموا منه ويستفادوا بشكل كبير جدا. هم اكيد بيتابعوا مباريات الكره الانجليزيه، الدوري الانجليزي والمباريات الاوروبيه بشكل عام، فنفسنا الكره تتطور في مصر باذن الله على غرار الكره الاوروبيه.